السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. اليوم راح نسوي لكم مقطع عن طريقة تحميل لعبة أنداون النسخة البيتا العالمية الأجنبية. طبعا قبل ما نبلش المقطع يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وشير للمقطع عشان الشباب اللي حابين ينزلوا اللعبة يستفيدوا، ولازم تكونوا موجودين في الديسكورد لأنه كل الألعاب أو كل الـ APK الفايلات حتكون موجودة في الديسكورد. رابط الديسكورد موجود في الوصف وبأول تعليق. طبعا تدخلوا على الديسكورد، هذا الديسكورد بتروحوا على روم اسمها announcement، هاي روم announcement، وتتبعوا الخطوات اللي موجودة بهذه الرسالة. طبعا كما قلت لكم أول شيء اشتركوا، أهلا وسهلا فيكم، بتنورونا بالقناة، لايك وشير. وتاني شيء في عنا هذا الرابط، الطريقة رقم 2، الرابط اللي موجود في الرابط او اللعبة نفسها الـ APK، طريقة التحميل تبعيتها موجودة بالمقطع اللي هي خطوة 3. تضغطوا على الرابط بيفتح لكم الفايل، فيها 2، واحد اللعبة وتاني واحد تنزيل ملفات اللعبة. طبعا هذا الـ APK هي هي اللعبة نفسها اللي بتنزلوها. طبعا انا منزل اللعبة already، او منزل الفايل هذا عندي اوريدي، وهاد ملفات اللعبه كمان انا منزلهم عندي، ما حارجع انزلهم مره تانية. بعدين تروحوا على داونلودز محل ما نزلتوا الفايلات. اول شيء بتحملوا اللعبه اللي هي هاي الاي بي كي. طبعا حنحمل اللعبه اول شيء وبعدين راح لكم شو تسووا بملفات اللعبه. طبعا الاي بي كي بنفتحه بالانستول، بنسوي الانستول، ومتى ما خلصت نخبركم الخطوة يلي بعدها. وهيك بتكون نزلت اللعبة. هلأ اللي احنا بدنا نسويه حنفتح اللعبة، طبعا اللعبة ما حتشتغل، حيطلع رسالة انه في شي غلط، ملفات اللعبة غير موجود. نفتح اللعبة، طبعا هي هي الرسالة بيقول لك نو بي بي فاوند، راح لكم طريقة كيف تحطوها. بس تسكروا اللعبة بتروحوا على ملفات اللعبة وبتساووا لها نسخ. متى ما سويت لها نسخ بتروحوا على الجهاز، على الانترنال ستوريج تبعت الجهاز تبعكم، على فولدر اسمه اندرويد بهذا السيستم تبعت الاندرويد، بملف اسمه او بي بي، بتدخلوا عليه حتلاقوا في فولدر اسمه com.tencent. هذا ملفات اللعبة، لأنه اللعبة فتحناها وسكرناها بقى صار في ملف هون فاضي بتحطوا فيه ملفات اللعبة. هلا بتفتحوا اللعبة وحتشوفوا كيف رح تشتغل من دون أي مشاكل ومن دون ما تجيكم أي رسالة. وهلا في أبديتس، أو لازم تسووا أبديت للعبة تقريبا 4.5 جيجا. متى ما سويتوا الأبديت حيصير في إنترنال داونلود للسورسز تبعية اللعبة، كمان لازم تنزلوها، حتشوفوا بالمقطع. وهيك بيكون خلاص الابديت الداخلي جوا اللعبة. هلأ متى ما خلص الابديت راح يطلع لنا التريلر. طبعا نحنا التريلر هاي حنسوي له سكيب، وبعد ما نسوي له سكيب راح يطلب منا نسوي لوجن. طبعا بتحطوا ايميلكم فوق وبتحطوا على كلمة سند. متى ما حطيتوا الايميل وسند حيبعت لكم كود، بتروحوا على ايميلكم بتسوي كوبي للكود، بتسوي له بيست، اوكي بتبدأ اللعبة، بتسوي لوجن وتبلشوا باللعبة. طبعا شايفين فوق على اليمين في شيء عم يصير داونلود، هاي هي الريسورسز تبعية اللعبة. هاي الريسورسز متى ما خلصت اللعبة بتكون جاهزة وكاملة وجاهز انك تلعب اللعبة.
تختار السيرفر وتفوت تلعب اللعبة. وهيك بيكون خلاص الريسورسز، تنزيل الريسورسز تبعية اللعبة، وحنبدأ نفوت بالسيرفر. حاليا حفوت، انا طبعا لعبت اللعبة على الايباد وسويت اول مهمة. بعتقد الكروس بروجرس موجود بين الايباد والايفون المنصات كلها. بهلا لما ادخل حيطلعني بنفس المكان او اخر مكان انا وصلت عليه لما كنت عم بلعب على الايباد. طبعا انا سويت مهمة وهلا هون محل ما خلصت المهمة اخر مرة. طبعا اللعبة بتساوي مهمات وبدك تلفل فيها. هلا حاليا اذا لفلت لليفل 30 في البيتا بيعطوك جوائز لما تنزل اللعبة رسميا. هيك بنكون خلصنا مقطعنا لليوم يا شباب. هاي اللعبة شايفين كيف شغالة 100% وما عليها اي مشاكل. ومثل ما قلت لكم لو عندكم اي شيء اي استفسارات فيكم تحطوا ليها في الكومنت او على الديسكورد، احسن انه بشوف الديسكورد يوميا، وتعملوا لي منشن. واخر شيء يا شباب يا ريت لو تدخلوا على الديسكورد تروحوا على نفس الرساله اللي منزلكم اياها تدعمونا، تحطوا لنا لايك او تحطوا لنا تضغطوا على هدلون الاشارات حتى نعرف ان انتم نزلتوا اللعبه واللعبه اشتغلت عندكم 100% وما عندكم اي مشاكل. ولا تنسوا الدعم لايك في المقطع، وبنشوفكم ان شاء الله بمقطع تاني قريب. في هدول العلامات فيكم تحطوها اللي انا حطيتهم على الديسكورد. لو عندكم اي ايموجيز تانية اهلا وسهلا فيكم تحطوها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع، وان شاء الله بنشوفكم قريبا بمقطع جديد. يعطيكم الف عافية وبنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.